الشمبانزي أذكى حيوان على وجه الأرض، ذاكرته قوية جدا وبيعيش في مجموعات كبيرة، بيوصل عددها من 15 ل 150 فرد، لكنه بينتشر للبحث عن الطعام في مجموعات صغيرة، وفي الغالب الذكر بيكون هو قائد المجموعة. الشمبانزي حجمه أكبر من حجم القرود التانية، لكن طبعا أقل من حجم الغوريلا. بيمتلك قوة بدنية كبيرة جدا وأسنان حادة، له أنف قصيرة بفتحات واسعة، وملوش ديل زي باقي القرود. بيعيش حوالي 50 سنة تقريبا، طوله بيوصل من 100 ل 170 سنتيمتر، ووزن الذكر البالغ بيوصل من 40 ل 60 كيلو جرام، اما الانثى فوزنها بيبقى من 27 ل 50 كيلو جرام. بتوصل فتره حمل الانثى 8 شهور تقريبا، وبتفطم المولود لما بيوصل عمره 3 سنين، لكن علاقتهم ببعض بتفضل قويه لفتره طويله. الشمبانزي بيتغذى على الحيوانات صغيره الحجم، ده غير النباتات والمكسرات، واللي بيستخدم الحجاره في تكسير غلافها، وبيعتبر الشمبانزي من الحيوانات المهدده بالانقراض، ووصل عددهم حوالي 115 ألف فرد بس. ودلوقتي تعالوا نصلي على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. السلام.